السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نتحدث عن آخر لكتشر في مادة المد، لكتشر رقم 3. رح نحكي عن موضوع مهم يلو عنا singular and plural ending. تمام، كيف عنا الجمع والمفرد في بعض الترمز، الميديكال ترمز. Many medical terms come from Greek or Latin word. تمام، مثل ما اتفقنا من البداية. Rules for forming plurals come from these languages. So إذا بدنا نجمع هاي الكلمات رح نجمعها حسب الطريقة الإغريقية أو الطريقة اللاتينية. تمام، مش الإنجليش مثل ما نحن بنعرف نضيف S نضيف ES بصير عندنا جمع، لا، هون في عندنا قواعد أخرى. Other words use English rules. طبعا الكلمات يلا أصلها English رح يعني تاخذ الـ English rules في الـ singular or plural. Each medical term must be considered individually when changing from singular to plural. تمام، كل في الـ خلينا نحكي Greek and Latin كل كلمة بتاخذ على حدة، ما في قاعدة لكل الكلمات. This table shows the rules of plural form of medical terminology. كيف ممكن نحول من singular ل plural؟ في عنا أكثر من أكثر من rule ممكن إني أستخدمهم لحتى نحول من صيغة المفرد لصيغة الجمع. First one, if the term end in a. إذا المصطلح انتهى بحرف الـ A. The plural is usually formed by adding an E. كيف أحولها لصيغة الجمع؟ بضيف لها في النهاية الـ E. تمام؟ For example, porsa, vertebra هم عبارة عن singular انتهى الترم with A. بدي أحولها لـ plural بضيف لها بس E، بصير عندي porsi and vertebra. أوكي؟ Second rule, if the term ends in X or IX, بحولها للجمع، بغير أو بحول الـ EX والـ IX ببدلهم بـ ICES، مثل عنا appendix تتحول لـ appendices. إذا الكلمة انتهت بـ IS بحول الـ IS لـ ES، مثل diagnosis تتحول لـ diagnosis also. تمام، بس غيرنا الـ IS to ES. إذا الترم بتحول بنتهي سوري بـ ITIS، الجمع منها الـ IS منغيرها لـ IDES، مثل arthritis بتتحول لـ arthritis، meningitis meningitis. تمام، بس الـ I سوري بس الـ IS بنحولها لا I D E S. If the term ends in NX مصطلح انتهى ب NX مثل pharynx منحول ال X ل G N S S S. اوكي، يلي عنا pharynx بتتحول ل pharynges. تمام، مثلا meninx بتتحول ل meninges. إذا الترم بنتهي بـ ON فنحن بنحول الـ ON لـ A، مثل criterion criteria، ganglion ganglia. تمام، فتحولت من singular لـ plural. إذا الترم بنتهي بـ UM مثل ovum بنحولها لـ UM بنحولها لـ A، يلي عنا من ovum لـ ova. مثلا US انتهى الترم بالـ US منحول الـ US لـ I، فمثل عنا الـ alveolus هي singular نحولها للـ plural، فنحن بس منبدل الـ us الـ US لـ I فبتصير عنا alveoli. تمام، هون عنا exercise ببين لنا كيف ممكن ان نعمل analysis للميديكال ترمينولوجي. تمام،
فخلينا نشوف. أول word cardiologist. cardiologist كيف بدي أنا أعملها analysis؟ عارفين الكاردي هي عبارة عن root، تمام، والO عبارة عن combining vowel، ولوجست هي عبارة عن suffix. لما نحكي biology، انتو هذول يعني كيف راح تعرفوهم؟ ولا راح يمر عليكم examples، راح ارفق لكم بعد هاي المحاضرة ان شاء الله powerpoint كلياته امثلة على الanalysis للميديكال terminology، تطلعوا عليها بصير عندكم background كبير عن الword، ايش هم suffix، ايش هم، وهكذا. مثلا عندنا بيولوجي، بيولوجي عندنا البيو هي الروت، واللوجي عندنا السفكس. هون انتبهوا، ما في عندنا لا بريفكس ولا عندنا كومبايننج فاول. ماموجرام عندنا المام هي عبارة عن روت والاو كومبايننج فاول، والجرام هي السفكس. برونكوسكوبي، البرونك هي عبارة عن روت او كومبايننج فاول، وسكوبي هو عبارة عن السفكس. ارثرايتس عندنا الارث هي عبارة عن root، والارتس عبارة عن suffix. لاحظوا، متذكروا قاعدة قلت لكم اياها، اذا كان suffix بيبدأ بواحد من احرف الكومبايننج فاول فنحن ما بنحتاج لكومبايننج فاول، مثل arthritis الروت arthr، وما بنحتاج لكومبايننج فاول. ليش؟ لانه الارتس already بتبتدأ بi، والi من احرف الكومبايننج فاول. عنا الانجوينال، انجوينال انجوين هي عبارة عن root، و ال السفكس، انتبهوا انه ال 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 a هي عبارة عن combining vowel فما بنحتاج للcombining vowel. وعنا النيمونيا، نيمون هي عبارة عن الword root، وال i a هي عبارة عن السفكس، ما احتاجنا لcombining vowel. في النهاية oncologist، الonc هو عبارة عن الروت، والاو كومبايننج فاول، واللوجست هو عبارة عن سافكس. راح تشوفوا الموضوع شوي صعب في البداية، لكن لما تقرأوا أمثلة كتير راح تقدروا تميزوا الروت عن السافكس إن شاء الله. هيك بيكون خلصنا مادة الميد، المواضيع الرئيسية اللي بدكم إياها بدي إياكم تعرفوها في مادة الميد. إن شاء الله مثل ما قلت لكم راح أضيف لكم examples كتير اطلعوا عليهم حتى يسهل عليكم الاناليسز. هاي شغلة. شغلة تانية راح ارفق لكم ان شاء الله خلال الاسبوع القادم assignment بتحلوه ومنتفق عليه متى تسليمه وطريقة حله ان شاء الله. good luck.